حديث أكثر عن أهمية دور أمين التسجيل العقاري. بنرحب بضيفنا الدائم اللي صار من أهل البيت الخبير العقاري محمد حارب الفلاحي، مدير عام الديوان الملكي للعقارات. صباح الخير أبو حارب، أهلا وسهلا فيك. صباحكم الله بالنور، حياكم، صباح النور. طبعا بداية خلينا نحكي عن العقارات والفرق بين العقارات يلي الطفرة المستمرة طبعا بالمجال العقاري. نحكي عن الفرق بين أنه الشخص يكون عم يشتري عقار جاهز أو عقار أوف بلان أو قيد البناء. نعم، عقار الجاهز عادة يكون حق شخص مريش عنده فلوس وعنده كاش ويشوف هي مريش عنده كاش ومرتاح يشوف العقار ويصير ويشتري ويعاين وانتهى الموضوع. لكن العقارات اللي هي قيد الإنشاء واللي وفرتها ولله الحمد يعني دبي بالذات يعني أعطت فرصة حق المستثمرين الجدد اللي عندهم رأس مال قليل ويبغي يبدأ في هذا الاستثمار ويدخل في هذا السوق، أن هالمطورين وفروا عروض، وفروا شقق، وفروا حتى تاون هاوس فيلل بنظام التقسيط، يعني يوصل لغاية في بعض المطورين 6 سنوات. يعني في 6 سنوات أنا أقدر أدفع قسط بدون البنك، بدون فوائد، بدون شيء، أتجه لهذا المطور ويعطيني العقار بعد 2-3 سنوات وأكمل معاه الأقساط. وهذا الشيء بصراحة اللي مخلي الحركة عندنا، حركة السوق المطورين مرتفعة وايد وفي مشاريع كثيرة. نعم. مضمونة هاي أبو حارب أن الواحد يشتري على المخطط؟ والله يشوف ضامن رب العالمين، لكن بعد أنا أشوف كمستثمر لازم أتأكد أنه عنده حساب ضمان عقاري ومشروع مسجل في إدارة الأراضي والأملاك، وأتأكد من سمعة المطور. هذا يعني واجب لازم أقوم به قبل لا أتعاقد مع أي حد. نعم. طيب ذكرت حضرتك أنه الأوف بلان أو المشاريع قيد الإنشاء ممكن تساهم بأنه در حركة العجلة بالقطاع العقاري عم بتدور. هل في مطور خاص بالعقارات الجاهزة ومطور آخر بيهتم بالعقارات قيد الإنشاء؟ نعم، هو موضوع المطور الخاص للعقارات الجاهزة عادة يعني قلة قليلة، يعني أكثر المطورين يبدون على خارطة، نحن نسميه عقار على الخارطة، يعني أرض فضاء ويبتدون يبنون عليها، بناء عليه في حساب ضمان ويدخل المبلغ في هذا الحساب ويتم أو تتم عملية الدفعات وتسليم المبنى. لكن إن في مطور خاص لعقارات الجاهزة عادة يعني ما نحصلها وايد في السوق، لكن نتجه نحن للسوق الثانوي، العقارات الجاهزة ومعروضة للبيع في السوق الثانوي، هذا يمكن سوق آخر. لكن سوق عقارات المطورين أكثريتها معظميتها كلها على ورق وعلى الخارطة. في أشخاص بحارب أحيانا بيفوتوا بهاي المشاريع أو بيشتروا عقارات ما زالت على المخطط ولكن بيبيعوها قبل انتهاء العمل فيها، شو رأيك بهذه الخطة؟ ناجحة؟ هي مش ناجحة دائما، لكن نجحت في 2020، يعني صارت أزمة كورونا، معظم المطورين نزلوا بالأسعار، يعني احنا نسميها الأسعار وصلت للقاع. فاللي دخل في 2020 سوى مبالغ، يعني نتكلم الحين في 2023 ما يعادل 50-80% من الأرباح، لأن كانت فترة السوق نازل وكانت كانوا المطورين يعني يبيعون بدافع أنهم فقط يريدون يتخلصون من اللي عندهم. لكن هي في معظم الأحيان يعني عملية يعني جدا يعني لازم يكون فيها نوع من الدراسة والتأمين، محسوبة يعني، هي لازم تكون محسوبة شوية، فأنا نعم. ما بأخسر، أنا كمستثمر ما بأخسر. نعم. بحديث عن الربح والخسارة، كيف ممكن الشخص يلي بده يستثمر يضمن ضمان عائد ربحه من المشروع يلي استثمر فيه؟ موضوع الضمان، يعني فرضا أنا استثمرت في عقار قيد الإنشاء وأنا كمستثمر أنتظر استلام العقار، أقوم بالتالي، أقوم أول شيء أني أنا أحط خطة نسميها خطة استثمارية، كيف أستثمر في هذا العقار عن طريق التأجير، سواء كان التأجير اليومي أو التأجير السنوي، أقوم بتأثيث العقار هذا أساس أنه يعطيني عائد أكثر. نعم. التأجير اليومي في دبي والله الحمد يعني صار حديث الساعة، يعني معظم الفنادق نسبة الإشغال صارت يعني وصلت لين 90-100%، فطلب كثير عالي، طلب كثير عالي جدا. نعم، فاتجهوا الناس على الشقق المفروشة، وخلنا نتكلم عن نظام اللي هو بيوت العطلات والتأجير اليومي، وهذا أيضا يدر ربح أكثر من 8% اللي هو المتعارف عليه في سوق دبي اللي كان إيجار السنوي، لكن الإيجار اليومي أو البيوت العطلات يدر أرباح توصل ل10%. المطورين حكيت أبو حارب قبل شوي أنه بيعطوا تسهيلات ربما لمن يريد أن يشتري على المخطط، ليش أخذ تقسيط من المطور العقاري وما أخذ قرض بنك رغم أن البنك بيعطيني ربما مدة أطول تصل إلى 25 سنة؟ نعم. بتمويل هذا المنزل؟ والله هذه معادلة يعني جدا يعني فيها نوع من
يعني حسابيه، هي حسابيه جدا، لان اذا باخذ انا عقار جاهز وشفت العقار هذه لقطه سعر فنان وعندي الدفعه الاولى يعني 25% وما عندي المبلغ المتبقي، فالجأ للبنك لان عقار لقطه وبيروح عني، فالجأ للبنك واخليه يمول لي اياه حتى لو 20 25 سنه واكون انا كسبت الصفقه هذه بدل الاجار، بدل الاجار اخذ عقار. نعم، في حال عقارات اللي هي قيد الانشاء هي تعطيك المطورين يعطونك اللي هو تقسيط مريح ما تتجه للبنك، لكن البنوك عاده تقسيطها جدا يعني فيها تدقيق في موضوع الدخل، موضوع الالتزامات البنكيه اللي عندك، فهني لازم تكون نحن نسميه رصيدك الائتماني يكون دائما نظيف يعني عشان نعم. البنك وبعتقد الفائده كمان نعم محارف. وتركز على الفائده ايضا لان في النهايه الفائده على الفتره هذه مرتفعه. نعم نعم مرتفعه جدا الفائده حاليا، يعني مثل ما حضرتك ذكرت في مرونه يمكن اكثر مع المطور بشكل مباشر. طيب السؤال اللي دائما بيخطر على بال المستثمرين الصغار خلينا نقول اللي مو مريشين يلي مو مش مريشين مثل ما حضرتك ذكرت بالبداية، أبرز عقار للاستثمار هل هو مثلا استوديو أو غرفة واحدة؟ لأنه بنعرف أنه أيضا في تكاليف والمصاريف يلي على المينتنس أو على العناية خدمات ما بعد البيع. العقار الأفضل لمستثمر مش مريش؟ أوكي، لمستثمر مش مريش يبتدي بعقار بسيط، يعني تكون خلنا نقول استوديو مثلا شقة بسيطة ونظام تقسيط، يعني يكون أقل شيء ثلاث سنوات. نعم، وأقل شيء بعد يكون المستثمر عنده سيولة مالية متوفرة عنده على الأقل لو 20% من قيمة هذا العقار، يعني نعم. نتكلم عقار قيد الإنشاء في دبي أقل شقة نتكلم فيها مثلا 480,000 درهم يكون معه يعني 10% و20% نعم. من المبلغ هذا، والباقي قسطها عن طريق المطور. هذه أبسط استثمار يقدر فيها الشخص الحين في دبي. نعم طبعا احنا نتمنى الكل يكون مريش ويشتري مثل جرازيلا طبعا دائما مريشه يكون بوجودك مهران بوجود ضيوفنا الكرام ان شاء الله. حابين نشكرك كل الشكر سيد الخبير العقاري محمد حارب الفلاحي مدير عام الليوان الملكي للعقارات، طبعا دائما بتفيدنا بهاي المعلومات القيمه اللي بتقدم لنا اياها في هذا البرنامج. شكرا لوجودك. شكرا لوجودك معنا.